بس بشوف بوريكم بس هيك بشكل عام شو عم بيشتغل. لو عم يعمل ديمونستريشن عشان يورجيكم انه هو بيقدر يعمل كل الحركات اللي بتطول بالكم، اي شيء بتطول بالكم ممكن يسويه، فهو هيك حيورجيكم. طبعا مثل ما حكينا هو هذا كيت بامكانك تضيف الموديولات اللي بدك اياها عليه، فهي الشغله الجيده. يعني ممكن تعمل اكستنشن تضيف موديول ثاني فقط للرؤيه الحاسوبيه، تضيفها تعمل حركات عملاقه اكثر شيء. يعني تبني طبقه طبقه. هلا لاحظ بس انه حركاته عنيفه شوي، خايف ينكسر اخر شيء يعني، بس ظاهر انه عادي يعني بتحمل شكله وخبط. هاي تحيه للجماهير. طيب هيك مع الحركات الأساسية لقدام ولورا. في يمين بدور، ممكن يدور يسار. هلا ممكن يمشي مثلا ويمشي يمشي مثلا يمين يمشي يسار مع بعض. وهون حركات هجينة يعني رابطينهم، يعني انت مو عم يربطهم، هن حركة منفصلة بس الأمر جاء كبس زرين مع بعض. يعني ممكن هو ماشي مثلا يمين عطيه لورا يمشي على جنب، هو ما بيقعد ناطرة. هلا هو في شوية إشكالات أنا شايف التوازن، يعني بجوز بحاجة شوية تعديل يعني بالربط تبعه. هلا في حركات بيعملها بس انا ما متذكر تماما شو الحركات. واحد ولقدام بلا واحد لكان اثنين، هدول الحركات لكان صاروا مربوطين مع الجوستيك. هلا هدول جايين ديفولت من الشركة. هلا حتى بتحكم الجوستيك في اشكالات، يعني هلا اذا اخذ امر عم ينفذ شيء شو ما كبست ما بيستجيب، فالبرنامج لسه بده تعديل ما بيفلح. كان ثلاثة ولا أربعة. هلا هون عم نعمل حركات قتالية في كمان. في لعبة روبوت انه بس بيتقاتلوا روبوتين مع بعض، فهن كمان مخصصينه. هلا في ديفولت من الديفولت في واحد بيلعب كرة قدم بالكامل كل الحركات اللي بيعملها الجويستيك، في واحد بيلعب حركات قتالية طول الوقت كلياتها. بس هلا احنا كبسنا أربعة ولا ثلاثة. هلا هيك عم يصد الطابة على أساس. هدول حركات بسيطة. بالتيم الاساسي الديفولت حركة بس، بس لما بننزل البرنامج بنشحنه برنامج كرة القدم بصير حركات اعقى، بصير في حركات متنوعة اكثر. ايه بس هيك كمثال. ايه في كان ضمن الديمو على جربنا قال دي نجرب ال هلا هون اعطينا سواكين بس لا يعايق تجاوزوا. او تبطل
المسافة المضبوط عليها قريبة زيادة. يعني بس ممكن نشوف حيل المسافة مع إيسا تكون قريبة، عشان هيك ما عم نشوف كثير لبعيد. هاي الأمثلة موجودة معه جاي بفوت فقط.